المخرج التونسي الكبير نوري بوزيد هو اللي كلمني باش نكون بطلة أنا وصهير بن عمارة مع بعضنا. فوالا دونك من بعد خدمنا مع بعضنا وبرفنا وحكينا برشا على البيرسوناج بوندون اون بيريود. بعديك أول نهار سوغ أن بلاتو دو تورناج افيك ليكيب. ما صورتش. ما نحاني. هاي 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 هوب هوب هوب. تورتو؟ تورتو! برافو! ما قويك عايشة والله فريمون برافو لا تورتو! شنو هي هذا؟ الفكرون! ظافر شد عندك شوي ظافر العابدين شوي اليميني لا وعاد كان ما سلكهاش ظافر باش يسلكها سماره اورورو قبل ما كناش متعارك ما كناش متعاركين اما بعدنا على بعضنا خاطر الدنيا كهو فهمت معناها كل واحد تلاه في اموره وكهو انا مشيت بعد كذا ما كناش نتحدثوا والعباد ما تراناش مع بعضنا ماناش متعاركين ورجعت معنا. مفتاح الفراري ولا منزل بورقيبه سيداتي انساتي ساداتي بيبينيير نتاع دي رابور تري تالونتيو سانفارا سانفارا اهلا بخويا مرحبا بك نجم نقول لك بلغه بسيطه سامحني مبروك على خاطر الاغنيه جديده 2019 سي ان غران سوكسي جي اف كا برافو الحمد لله باي دي دون في عجب تغني جديده كثرت
بالاخص انت عندك دي سكسي معناتها قبل خدمت دونك ابخي واحد ديما يحب يعمل خير اما تمشي وتصعب معناتها ديما, ديما, ديما اصعب دونك الاغنيه الاخرى خرجت في مي هكا يقول لي هكاك في مي والامور مشات مليح ومبروك حاجه واحده اخرى على خاطر اللي نعرفه انا وانه ببين المهرجانات كانت مسكره في وجهك وسبحان الله سنة تحلوا في وجهك ببين المهرجانات والله الحمد لله شنو اللي مستغرب ما نعرفش شو ما تعرفش؟ ايش قولك؟ قبل مش مسكرة، أما أنا ما خدمتش باش نوصل للمهرجانات، فهمت؟ أها، مسكرة على عباد أخرى خاطر حقهم باش ياخذوا مهرجانات وكله ما خذاوش. إي أما أنا لا، ما خدمتش على المهرجانات قبل. أنا في بالي عمي التالي كنت مغش شوية اللي ما خديتش مهرجانات أنت ولا؟ ليه مش كانت عندي مشكلة مع شكون أما ما نعرفش معناها الببليك مش طالبك راهو ما تخدمش هو بلاي خلينا نقولوها لا لا سامحني الببليك طالب لي رابور الببليك طالب لي رابور ولا ايه معناتها الببليك الببليك طالب لي رابور ولا لي رابور يعبيو مهرجانات ولا ما يعبيوش؟ يعبيو على الاخر يعبيو نص معناتها ما يظهركش انت من الغريب وانهم ما يعيطوا لهمش والله اللي راه فيه تو العباد تخدم معناها ما نعرفش وقبل خدمه معناها انا نحكي على روحي تويك اول عام نخدم هاي اول عام نعمل تورني كامل في تونس و عندها علاقه اللي مشيت لسويسرا ورجعت ولا ما عندها حتى علاقه حسب رايك؟ ما عندها حتى علاقه عندها علاقه بالخدمه وكهو بالخدمه قبل كنت نعمل في مزيكا مسخه برشا و ترجم فيها ديرتي معناتها يعطيك الصحه إيه؟ اما ديرتي فما ديرتي طياره فما ديرتي خايب بالطبيعه بالطبيعه معناتها فما ديرتي ديرتي وفما ديرتي بالطبيعه بالطبيعه ولي هاي هكاك فوالا فما نكهه خاصه في المهرجانات جوستو سبيسيال ان بوبليك سبيسيال بالطبيعه على الاخر معناها يحضر لك كبير وصغير شيخه كبيره برشا شيخه كبيره برشا وشنو اكثر اغنيه يطلبوها منك الجمهور؟ برشا والله برشا فما نونو فما سيكو سيكو ما سيتي مبات نحارب جي اف كا ماريوانا ماريا برشا يقلبوا جديد اكثر ولا القديم؟ اون جينيرال القديم دايما يطلبوه لا تو يطلبوا جديد تو تو يطلبوا جديد وحافظين ديجا الاغنيه حافظين حافظين بيان برافو باش نوريوك حاجه صارت لك ليك انت اللي نتصور انا كل فنان يتمناها صارت لك ليك انت في سوسة فيديو حاجه تخوف تفرح تتخوف لا لا مش تخوف خايف لا اما كي تشوف محبه العباد وصلت للدرجه هذيك تقول شنو نجم نعطيهم من بعد معناها نهار 28 جويلي عملت حفله مع سماره مع بعض من نتصور راكم قلبتوها الدنيا شعلتوها شعلتوها وسافا العباد فهموا ان انتم ماكمش متعاركين خاطر ديما ماشي فيكم ان انتم متعاركين معناتها فهموا انفا العباد انتم ماكمش فهموا فهموا اللي احنا جونا به اما قبل ما كناش متعارك ما كناش متعاركين اما بعدنا على بعضنا خاطر الدنيا كهو فهمت معناها كل واحد تلا في اموره وكهو انا مشيت بعد كذا ما كناش نتحدثوا والعباد ما تراناش مع بعضنا ماناش متعاركين ورجعت معنا. مفتاح الفيراري ولا فاتك علي اسمع انتم قلتوا العباد يسنوا فيكم في غنيه مع بعضكم قلتوا كيف نوصلوا كل واحد ل 1 مليون دابوني على شان يوتيوب ابارامون انت وصلت سي نو لا هو وصل هو وصل البارح اما انت تقول قريب بكل معناتها قريب اي ميم با معناتها 60000 مازالوا دونك نستناو الغنيه بيانتو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قاعدين بديت تكتب لا فما في لينك فما الفكره هاي اما مازلنا ما بديناش نكتب ومازلنا ما اخترناش فما حاجه اكتشفتها في اللي جو اللي فيتينغ نتاع لي رابور اللي كل واحد يكتب نصه على روحه ما بالطبيعه خاطر ابارامون عند لي رابور عيب ان واحد يكتب لك عيب 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 ما عيب انا ما عملت شيء عيب انا ما عملت شيء باهي ايش نقول لك مادام لا شونسون 2019 جي اف كا ضربه خلينا نعملوا انترفيو جي اف كا كينيدي باهي هل ترى انت كيما كينيدي تحلم باش تخرج كتاب نكتب كتاب ونخرجه معناها لا ما تصورش خلينا في الاغنيات منظمين هل ترى انت كيما كينيدي تحب تجيب برشا صغار كانوا عنده اربع صغار هو
والله المال والبنون زينة الحياة الدنيا. واضح. هل ترى أنت كيما كينيدي تنجم تعمل علاقة مع فنانة مشهورة ماريلين مونرو؟ لا يقول لي ننصحك أنت باش تروح من بعديك مرتك قاعدة تفرج ولا كيف؟ قاعدة تفرج. يقول لي. ليه تعرف يا ولدي يقول لي. لا انا نقول انا بعد مرتي يستحي نعمل حتى علاقه بعدها. لا لا بتبيع. لا بتبيع فوالا. اتراتي كيما كينيدي عندي او اسمع برجوليه نحب تصفيقه على فريق الاعداد على خاطر هذيا ذكيه على الاخر صفقوا عليهم صفقوا عليهم. هذيا خشينه على الاخر اللي كتبوها لي. هل ترى انت كيما كينيدي عندك مشاكل مع كاسترو؟ خشينه ولا ايه؟ خشينه. باهي دونك انت عندك مشاكل مع كاسترو؟ فيديل كاسترو اه. أي. هو عنده مشاكل مع فيديل كاسترو. اي وانت عندك مشاكل مع كاسترو ولا تو ولا تو؟ اما يا اخي مانيش فاهمك انا باش نسالك سؤال مخيب وعلى الاخر هل ترى كيما كينيدي انت تنجم تموت مقتول؟ المفهوم تفهمت بالغلط الحكايه اغزل انا كي قلت نحب نموت كيف كينيدي. كيف كينيدي معناها نموت والعباد تحبك فاهم شنو معناها كي حتى كي مت وربي صحاجته والعمر بيد الله معناها اي واحد هكا ولا يموت هكا ولا اما مش مقتول ليه مش ايش نقول لك المقصد مشي على حسب التصويره نتاع كينيدي اما المفهوم اللي حبيت نقصده انا معناها اللي انا نحب بعد ما نموت تبقى العباد تحبني فاهم شنو واضح. تابعوا لاشين يوتيوب سانفرا هكا سي لاشين اسمها لاشين سانفرا اوفيسيال وخذوا بخاطر يا مان خذوا بخاطر يا اخي مالك عليهم زي نحب بعد ليميسيون نوصلوا المليون يا مان خذوا بخاطر يا مان خذوا بخاطر باهي جي اف كا تقول من الصغرى واسمع اسمع هذا قول انت الكلام خاطر تقول خير مني مس من الصغرى بسري منبوح وانت اللي كيفك مفضوح كيفاش؟ في شكون تقصد؟ ولا نقصد في اي واحد مفضوح فاهم تقصد في حد لا مانيش ايش نقول لك تعمل لغه خشب ولا ليه مقدم روح الانتخابات مقدم روح الانتخابات شنو هو السر من انا منبوحش بسري فهمت ونحكي علي معناه اللي باش يحكي اي حكايه اخرى فهمت كيف معناه انا وياك تعاركنا تنبزنا فهمت موضوع بيني انا وياك ما يموت انا ما نحكيوش اما انت تحكي خاطر فاهم لا لا انت تحكي انا ما نحكيوش تقول باش تفهمني حكاية صعيبة مش حكاية خبث وطيبة. طيبة. اش معناتها؟ معناها ماهيش حكاية خبث ولا معناها واحد مش عاقل ولا شيطان. علاش باش تفهمني صعيب؟ معناتها انت تظهر شاب تالونتيو رابور الحقيقة اللي نعرفوا عليك أنا الناس طيبة. معناتها علاش تقول باش تفهمك حكاية صعيبة؟ الناس طيبة معناها هذيك اللي ترى فيها العباد ما نحكي لك مانيش شرير زادة ولا نعمل الخايب وكل ما نعرفش أنا مانيش فاهم روحي باش تنجم تفهمني معناها هذاك المقصد من أنا بدي مانيش فاهم روحي والله أنا بدي مانيش فاهم معقول والله يفهمك على فأنا جي اف كا تقول جيبوا لي اللي من بعده جيبوا لي اللي من بعده جيبوا جيبوا لي اللي من بعده جيبوا ومن بعد خنقريه ونوريه عيوبه هنا بيان سور سي لو ايغو تريب اللي بعده يقوي يساعده وانا نفتقهم الكل على بعضهم وكذا واضحه صاروا برشا اللي بعده ولا لا معناتها واحد ولا واحد فتق 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 والله ما ايش نقول لك المقصد نحن كي نحكوا حكايه سامي معناها راهو مش يا صارت يا باش تصير فهمت نجم نكون نحكي اما اي واحد اخر فهمني من الببليك ولا من العباد اللي تسمع ينجم يحط روحه فيها الحكايه فهمت كيف؟ واضح معناها مش باللزم علينا نحن ولا في جي اف كا تقول نحبك برشا يا اميره قداش عمرها تو؟ تويكا 9 شهور و18 يوم ربي يفضلها امين يا رب مكتوبه في فراقتك هنا ربي يفضلها لك تربى في عزك اسمعني جربت تسمعها بموزيكتك؟ والله ليه ما حبيتهاش هكا شنو تسمع مزيكا بصفة عامة؟ لا ما جربتش ما حبيتش تشوف مفعول المزيكا بتاعك ايه حتى كي تغزل لي كي تراني في الكليبات اما باش تسمع نورمال امي ادعي لي راني وحدي في الغربه كلاتني اسمعني يا اخي في ماسيتا يا اخي الغربه شكيت منها انت حكيها فين 7 شهور وروحت لا لا عملت عام وخمسه شهور ومن بعد جيت مره ما تعدي نهار غربه ما فيهاش لا ولا حتى نهار بالحق والله معناتها جاتك صعيبه كي بعدت على نفسك جاتني صعيبه ومشيت في بريود صعيبه
وعبارة هو واحد باش يعرس في تونس ديجا صعيبة فهم. أنا ملي عرست نلقى روحي وحدي في الغربة مع امرأة وصعيبة صعيبة ما سنفرة ياسين باش تمشي وتوا ناخذ أغنيات اللي ما عندهم حتى علاقة بك أنت من الترب وكذا معناتها مش جوك سيبا دو غاب وباش نحاولوا نرتبوا الكلمات بيه. اللعبة اسمها رتب الأغنية سنفرة ريت ال نحكي وانا هيك قبيلة قلت لك الأغنية الأولى بتاع فيروز قلت لي أنت فيروز تسمع فيها كل يوم كل يوم محسوب بس باهي العملية ماهيش باش تكون سهلة اسمع نعملوها زعما كيما من سيربح المليون تحب تقرب لي يعني الاستعانة بصديق الاستعانة بصديق نجيب لك صديق صديق دي أنت صديق ولا ماكش صديق؟ صديق باز يعرف المعلمة زي متاع اليوم أبلو بون اسمعني اما انت بار كونتر نعطيوك قداش حطوا لنا كرونو 30 سكوند كان ما تلقاش اون 30 سكوند غنيه نتاع فيروز اللي لهنا اللي تبدا بكلمه نعطيك مرولة ولا كلمه يعطينا كلمه نعطيك مرولة ولا ها شو 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 صحابك غادي ليه ليه الكلمه الاولى بتذكر ويني بتذكر هاي بتذكر هاي بتذكر غنيه نتاع فيروز هاي ترى والله نجيب لك صديق واحد اخر استعين به ايش يا صديق واحد اخر بر امشي عاونوا غنايه نتاع فيروز فضيحه 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 باش تفتحونا اليوم بتذكر ترى غني صديق واحد اخر ايش عاون ايش عاون ايش بتذكر, بتذكر. كملوا الغنايه ترى ليه يظن يعطوكم بتذكر غنايه فيروز صديق واحد اخر والله يا فضيحتكم يا فضيحتكم يا فضيحتكم يا فضيحتكم الكل ليه اسمع اسمع ليه والحاجه البيه يحبوك انت تطلعها ويحبوك انت تطلعها بتذكر ايه منصر ريجا صديق واحد اخر برا ريجا اجا عاون برا امشي صديق ريجا صديق واحد بتذكر برا امشي بتذكر يا فضيحتكم يا فضيحتكم يا فضيحتكم بتذكر بتذكر اخر مره ما انا ما قولش عددهم 10 وقول بس حبني انا طلع برا لك بولي الغنيه فيسا اخر مره امشي 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 برا برا تذكر اخر مره شفتها مره ما فهمناش ويني مرة؟ تحية لفرقة رياض بودينار كيفية ما فهميش مرة ما فهميش مرة ما فهميش مرة هي ما فهميش مرة غالطة ما هيش مرة كلمة واحد أخرى ما هيش آخر مرة نعاونكم زيادة ما هيش مرة آخر مش مرة آخر سهرة اخر سهرة قالوا مرة اخر سهرة بري سرت متذكر اخر سهرة سرناها سرناها لا منصر سيبو سرناها لا انا وياك لا انا وياك عن 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 هلا تعال اخر ما ليه ما شويه اي تذكر اخر ليه ليه مش اخر مش اخر بتذكر وقتها كانت فما واحده تبزنس عليك بتذكر كانت فما واحده تبزنس عليك اخر مره اي كانت فما واحده يعني قلت لك اخر مرة اخرى مفهميش هيك اسمع كيفك انت بتذكر 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 كان في بتذكر هي مش بتتذكر بتذكر هي هيك بيه اللي بعدها بركي بتذكر بتذكر اخر كلمة
هذه فرقة كاملة مطلعة. هذه فرقة كاملة. اسمع كيفك انت لبنان. والله. اسمع فما رونفور غادي. فما رونفور ولا ما فما رونفور ينزل يجي لهنا. فما رونفور. تذكر؟ تذكر وقت كان في واحد ضايع منا. عملت نقعد نعاون فيكم انا كي صحه صغار هيا برا يكمل هيا كي تذكر كان في وحده هلا يا منك زي امي هيا وين الباقي منا منا هاي منا ويني ويني منا منا ولا منا هلا تصفيق على منصر تهو كده ها اسمع كيفك انت باش العباد الفرق الاخرين يعرفوا مان لا يعطيكم الصحة ما لا شيء كبير لا والله شيء كبير اي شي 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 وريني اسمع انت خمم في واحد مطير هالك على الاخ خمم بعضهم هكا اي بعضهم اسمعني اما خمم في واحد اسمعني اكل لي فريمون من غير ما تقول لي شكون لا لا هكا تشوف تمشي هكا قول جو طيب ابوس تعالوا بالله عاد من بعد باهي من بعد هاي اسمع ربيع الخولي تسمع والله اول مره نسمع بهم تو على رمش عيونها باهي رمش هاي على رمش على رمش بيان برافو ده خير من الفرقه ده خير من الفرقه يا ماسي بيان ولا عيونها هلا بيان طار ها يعقل ما تشلقش من مش سواه مش سواه هواه وينو هواه وينو الهواه سواه عندي هواه انا ما فماش هواه هواه هاوك هواه لا لا يظل لي رمش عيونها استنى استنى على رمش عيونها قابلتي هوا أب هوا طار عقلي طار عقلي مني وقلبي سوا نورمالمون وقلبي سوا وينو سوا؟ بون سوا هيك تو سوا بون وباه سوا نوريك التكسير كيفاش هاي وريني كيفاش يجي التكسير تهاني اسمعني طلع اسمعني اسمعني باش نبدل قانون اللعب باش نقول لكم حاجه اللي هو يجيو الكل هنا يجيو 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 فرقة رياض بودينار يجيو الكل كل 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 يجي خلينا نرك شولهم هنا نقول لك كيفاش ايش نقول لك كيفاش ايش اسمعني توا توا عندكم مازالت ما تاخذوش ورق مازالت غنايه اثنين ثلاث به توا نظموا لي الغنايات تصرفوا نظموا لي الاغنيه نظموا لي الاغنيه فيس فرقه كامله راكو فرقه كامله راكو فرقه كامله اسمعني هذه فرقة كاملة هكا معناتها ما صح لا لا حبوك انت تطلع معناتها والله ماني عارف والله ماني عارف زين زين انا ما دايم والو في بالي ما دايم والو انا بالي الاماكن كلها مشتاقة لك ما دايم والو عندك سميرة توفيق لا ما فماش ما دايم والو وعندك محمد عبدو وعندك سمارة ما دايم والو
اللي عنده هاي لا خلنا نشوفها بيه يا جمهور غني مغاية الغنية الفوقانية بكل تراش يا أخي شنو؟ بدل موالو بربرم يا عند الباكو سيغو ورجلت شنو الثانية الأماكن كلها بالشبه والعيون جمهورك ما يعرفش تغنيت شاي ريت ما تعرف ويش هاري بيه مشتاق كلها مشتاق لك والعيون اللي انرسم فيها خيالك والثالثة بالله تبوه القوى تكون عنده برشا مش سنة تكون عنده برشا انت كسرت ها باه انت بس نقول لك حاجه انت جاي لهنا باه انت لوتاني وشكون عنده برشا مشاكل فيك انت عندك برشا مشاكل لا نحب كاميري عنده برشا مشاكل عندك برشا مشاكل امشي برا انت باه وظلي فوقاني بكل ما ينفع فيها كان سنفرة سنفرة فازي معهم مع بعضكم هذا انا نعطيكم السينيال لوتاني نحب تكسير هاي كل واحد ياخذ واحده مغادي فرد وقت حب تكسير عالمي برا 3 2 1 GO نسمو مورسو جديد متاع سانفرا انجو ما شيشة ماجيك ما الكيف الكيف نستقبلوه
ميرسي. نبيل نبيل كيف مرحبا بك. كان نوع اللي يخدم في الخفاء، ما يحبش يظهر برشا. خدم على الى كولابوري سور اون شونسون غنية تعرفوها على الاخ ونورمالمون تعجبكم. با سي غراس ا لوي اللي عندنا الغنية هذه. ترى سمعنا بتاع سيكس Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le Quand nous sommes dans un studio d'enregistrement, je suis signé dans un label en édition, je faisais des compositions et on sortait des palettes de compositions avec plusieurs compositeurs. وتعيش من الموسيقى على باز ولا تعمل عندي 15 عام تاو من الموسيقى نعيش بلوس كومبوزيتور انجينيور دو سون رياليزاتور دالبوم اي كومبوزيتور سا سي باس بيان الحمد لله الحمد لله بي مامون لي كونتونت انت قلت لي صعيب برشا باش تخدم مع ان رابور تونسي اخترت سانفرا علاش اخترت سانفرا معناتها شنو اللي عجبك فيه باسكو كل معناتها يعني الستيل نتاعو مش يقرب لفرنسا يجيب حاجه جديده لفرنسا اي لو انا شو بيرسوادي كو لو راب تونسي جزيري مغربي سي كوم لو راب تشيكانوس افيك نو معناتها ويسكوس ايسكوس قبل لو راب امريكان دخل لو راب تشيكانوس انا الحكايه نشوف هيك يعني دون لي 5 ans à venir راب تونسي باش يدخل في اوروبا وفي لا قاعد يدخل ديجا اي من فمك الربي خويا ان شاء الله انا نشوف هيك نقول لك سمعني غنيه اما قداش الواحد التيتر نتاعها يوتر لي اعصابي اها من المق قضيه معبي منه شكاير انا وانا ناقص برا اسمعني بربي خلينا نكمل واحد اخر انا عندي برشا كم سمعنا القضيه برا واحد اخر برا فهمت قضيه برا قالوا برودي ما عندي كنهاية علاش كي حبيتها ولت لي قضية أمي الوحيدة اللي فاقت بالفازة تلفت الموضوع أمي كي شلقت بيا مزيانة صحيحة ما طلعت غبية بدنها محليها ما تمشي بالنية تعرف الحومة وزيد تعرف الكازا تعرف البياسة ما ضحكتها قوية نونو قضية 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 تعجبني كي تبدأ تتمشى بهلو لو ما تعرف الغشة جيبتها تتذكى ما حبي مش هكا حبيت نفهمها عطتني بالكشة ما أحلى كل وشمة ما تفهم على الرمشة تتعدى ما ديما تطيحني بالكمشة تهبل في الحومة والعيشة جرومة وكيف كي تتعدى كلها تفاضي كل ممشى وي هيا وينك حبي عزمة انت تعرفوا خير مني تتصوروا هي مثل انا مو جو بونس سي لا سويت نتاعو نحب نقول لك حاجه بعد الفن مش... هو مو جو بونس كي السويت نتاعو هو سي باش يمثل زعما انا نشوف هيك الحكايه اسمعني انا باش نسميك ديريكتور دو كاستينغ تو باش تقعد بحذايا هنا تبنك وبتفرج في سان فرا يمثل وتقول لي شنو رايك اوكي جو سان فرا نبيل يجي بحذايا يا عاد أيها المواطنون أيتها المواطنات أنا اليوم لميتكم باش نعبر لكم على نيتي في الترشح للانتخابات وحيا سفرة وحيا سفرة بنك مصر سفرة يا حديدي للشاهد للزبيدي سفرة يا حديدي للشاهد للزبيدي شكون الزبيدي؟
زبيدي واحد مترشح للرئاسه سيد الرئيس. شكون زبيدي؟ زبيدي هذا ما يتحطش في القصر. من وين يتحط؟ في كاسكلوت. اضحك اضحك. سنفره راني نحبو لا تقول لي مور ولا عبو. ميرسي. فما مرشح ما يراش بيه، سامحوني في الكلمه، ترشح ضدي وقت اللي انا عاونته قبل، اسمه الصافي. كيفاش عاونته سيد الرئيس؟ ولا السيد هذاك كان اسمه الصافي لحزين، اعطيته كاميا ولا الصافي سعيد. سامحوني لحظة. أسشم الرئيس عطس. الله 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 سنفرع رحمك الله. نعرف اللي برشا منكم باش يصوتوا لي، وخاصة السيد هذا اللي لابس ماريول بولو، تفهموا فيها من بعد. هذاك علاه يجيو الاولاد يجيو طريقة الانتخاب. طريقة الانتخاب نهار الانتخابات تشد الصف، تهز ورقة انتخابية، تدخل الخلوة بالورقة، أنت تحط الورقة تحط علامة على الورقة متاع على قدام المرشح، تهز الورقة تقرب للصندوق، تقرب الورقة للصندوق واضح، وتعطيها تلحق. ياسر قفرة. أنا غالب خدمة. تعطيها بلسانك، فهمت؟ الدور جابوخ. جابوخ. اوكي. صفرة عامل حالة شي خدمنا الكل غبارة. لحظة لحظة شوية. تصفق على شنو تصفق؟ صفرة عامل حالة شي خدمنا الكل غبارة. ما سمعتش. عامل حالة شي خدمنا الكل غبارة. غبارة؟ اخش 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 اخش. سامحنا سيد الرئيس، سامحنا. تصفيقة سيد الرئيس. بون، نحب نقول لكم البرنامج الانتخابي متاعي محلك. انا عندي اقوى برنامج انتخاب الساعه، خليني احكي لك اللي كنت خاطر. قول لي سيد الرئيس. بون، في الصباح نعمل على اصلاح التعليم، واضح. في القائله نعمل على الترخيص في المعيشه، كيف كيف واضح. العشيه نعمل على الامن، وفي الليل شتعمل؟ جونتا ونرقد مثلا. اضحك معاك حتى كان مش ماخو الباك. بون، هذه تنفهموا فيها من بعد. من الاحزاب القويه اللي تنافس فيا السنة حزب النهضه. اما انا عندي برنامج باش يقلب عليهم الطرح جمله. قولوا لي شنو هي؟ قولوا لي شنو هي؟ شيمك انت مثلا. اسمع تصفيقه تصفيقه تصفيقه. حزب النهضه تخدم على اخوانة الدوله. اي. ونحن على شنو نخدموا حسب رايك؟ ماري اخوانة الدولة. ولا تعرف معناها كلكم نورمالمون ماري اخوانة الدولة، ما فهمتها كان المرأة هذيك. شعار. نورمالمون مش مور اخوانة الدولة. باهي. سنفرا راهو معانا باش يكيفنا الماريوانا. حبوا تسمعوا شعار الختام؟ حبوا يسمعوا شعار الختام. نبات نحارب. نشد الرئاسة للي نموت بطبيعتي ضارب، باش نعشيكم الكل حوت الشعبي طالب، برئيس ديما مصموت نبات نحارب. ربي معاك، ربي معاك. تصفيق على رئيس. بو، بالتصفيق قداش تعطيوه نوت على التمثيل؟ مون ديريكتور دو كاستينغ، كيفاش كانت اموره؟ بالي عجبت الحكايه تاع ماري خوالد. عجبت، سلك يا بالماري خوالد. اسمعني نبيل، والله تو لا بون سوربريز دو ليميسيون، تري تالونتو. انت بدي قلت لي ما تجيش برشا لتونس، معناتها خاطرك مولود غادي وعايش اكثر غاديك، اما عجبك الجو لهنا، تو ديكوفير ان بوبليك ابارامون. ياسين ما انتريني في البلاد بور لا تورني، شفت حاجه اخرى، شفت حاجه اللي ولا حاجه. سامحني كل كلمه.
ما في بالوش لي هكاك نحن في تونس. اكزاكتومون اي احكي لي تو معناتها كان يحكي خويا مرحبا بك في بلادك سي نبيل ومرحبا بك لهنا سانفرا بوكو تكسي يا خويا ربي يحفظك ان شاء الله سانفرا نبيل ميرسي لي زافون فكرة سامي فهري نهار السبتك هاو يا اخي طلعت النجم نفكر مرتين في الجمعة هذاك علاش باش تولي فكرتي نهار السبت ونهار الاربعاء كانت فكرة سامي فهري بتاع نهار السبت نتفكروا بعضنا ونتقابلوا ان شاء الله في فكرة سامي فهري بتاع نهار الاربعاء على خير الناس كلها